بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه في الدارين، آمين. الباب 70 من كتاب الصلاة، باب التجافي في الركوع، وهذا سنة للرجال دون النساء. التجافي في الركوع سنة للرجال دون النساء، ومعنى التجافي هو أن يباعد ذراعه عن إبطه، أدي معنى التجافي. وعندما يركع يجافي يعني يبعد كده، وإيه ويجافي يعني يباعد ويشد إيده بحيث إنه يبقى إيه، يبقى في مسافة بين الإبط وبين الدراع ومشدود كده هكذا. والمرأة تضم، المرأة تضم والرجل يجافي، واضح؟ دي سنة نبوية. وكذا في السجود، المرأة تضم والرجل يجافي أيضا حتى في السجود عن ذراعيه هكذا. باب التجافي في الركوع سنة رجالية، زي الرمل كده وزي الاطباع في الايه في الحج، دي سنة رجالي، وزي الحلق سنة رجالي. فهمت ازاي؟ في حاجات كده رجالي، النساء ما تشتركش فيها مع الرجال. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الدارمي في سنن الحديث 46 بعد 300، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع محمد بن مسلمة وأبو أسيد وأبو حميد وسهل بن سعد، كل دول صحابة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صفة صلاة النبي. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فكبر ورفع يديه، اللي هي تكبيرة الإحرام مع النية، ورفع اليدين معها سنة، ثم رفع يديه حين كبر للركوع، يبقى رفع اليدين حين إيه الركوع سنة أيضا، ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، يعني كأنه ماسك ركبتين كده، يمسك ركبتين كده كأنه بيمسك ركبتين، ووتر يديه فنحاهما عن جنبه. وترها جاي من التوتير، يعني جعلها زي وتر القوس كده، عارف وتر القوس يبقى مشدود، او زي بقت مشدودة كده زي وتر القوس، يبقى وتر ايه بيديه فنحاهما عن جنبه، يعني ما خلاهمش متنيين كده ولازقين فيه وهو راكع كده، لا، وترها يعني شدها كالوتر يعني، فهمت؟ ووتر يديه فنحاهما عن جنبه ولم يصوب رأسه ولم يقنعه صوب رأسه، يعني ايه؟ يعني وانت راكع ما ينزلش دماغه كده، ادي معنى ويقنعه، يعني يرفع دماغه كده، يبقى عامل كده راكع، عامل كده، يعني ما كانش يعمل لا كده ولا يعمل كده، بل رأسه تبقى باتجاه ظهره خط مستقيم، فهمت؟ يبقى لم ايه يصوب رأسه، يعني يخفضها عن ظهره، ولا يقنعها يعني ولا يرفعها عن ظهره كده بحيث كأنه نظر لأمامه وهو ايه راكع، لا، ما كانش يعمل كده، كان يجعل رأسه بمستوى ظهره، فهم؟ باب القول بعد رفع الرأس من الركوع.
وعن أبي قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، فإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. يبقى اليدين بترفع مع تكبيرة الإحرام، وترفع عند إرادة الركوع، وترفع أيضا عند الرفع من الركوع. وده اختيار الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والأحناف، عندهم الرفع لتكبيرة الإحرام بس. واضح؟ وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، أي اللي هو رفع يديه حذو المنكبين. وقال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، بإثبات الواو هكذا، ربنا ولك الحمد. وفي روايات بغير إثبات الواو، ربنا لك الحمد. يبقى ورد الاثنين، والاثنين صح، والأفضل رواية الواو لأن فيها زيادة معنى. واضح؟ لكن الاثنين واردين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة في وصف، يعني ايه؟ في وصف صلاة النبي. ولا يفعل ذلك في السجود، ولا يفعل ذلك في السجود، يعني ما يرفعش ايديه لما يجي يسجد. لما يجي يسجد بقى ما يرفعش ايده وهو بيقول الله أكبر في الرفع من السجود أو في إرادة السجود. فهمت؟ وعن أبي قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال ربنا ولك الحمد، ما قالش اللهم ربنا، قال ربنا بس من غير اللهم. يبقى في رواية اللهم ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد بغير واو. فهمت بقى؟ يبقى ثلاث روايات اهو. كل ده وارد على فكرة، فما يجيليش بقى واحد وهابي تقول واحدة منها يقول لك كده بدعة. لا يا سيدي، كل وارد، والأمر على السعة وليس على التضييق أيها الجاهل. فهمت؟ وعن أبي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. شوف بإسباب الواو ما فيش اللهم، يبقى ده صح وده صح. كل ده وارد لأن الذكر مبناه على السعة. واضح؟ التوسعة يعني. وعن أبي قال ولو ما قالش حاجة خالص صلاته صحيحة. شفت؟ حتى لو ما قالش حاجة خالص، رفع كده وسكت، ونزل كده وسجد وسكت، ما قالش حاجة خالص، وما قالش إلا الفتحة بس، وقرأ التشهد وسلم، صلاته صحيحة. لكن دي كلها سنن، وإذا تركها لا يسجد للسهو كمان. فهمت؟ ولكن ده صفات الكمال في الصلاة، والمسلم إيه؟ يبتغي الكمال في عبادته، لأن الله يبلونا أينا إيه أحسن عملا، فلابد أنك أنت تحافظ على حسن العمل. مش تقول لي سنة بقى مش مهمة أعملها، ما هي الصلاة صحيحة صحيحة، أيوة صحيح، بس مالكش ثواب كامل. فهمت؟ وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ما قالش الواو اهي، رواية أبي هريرة إيه؟ ما فيهاش الواو. اللهم ربنا لك الحمد، ما قالش ولك. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإحنا قلنا الجزء الأخير ده إيه؟ نسخ بصلاة النبي في مرض وفاته عندما صلى جالسا، وصلى أبو بكر بصلاته من قيام، وصلى الناس بصلاة أبي بكر من قيام. واضح؟ وناقشنا هذا الموضوع على المذاهب المختلفة، وقلنا أن المالكية لا يجيزون جلوس الإمام أصلا، لأنه يعتبر طالما عجز عن القيام الإمام لا يصلح للإمامة عند المالكية، يجيب لهم واحد تاني يصلي بيهم القيام.
فهمت؟ ده رأي الملكية كده. طب والنبي قال لك النبي ليه مثل له؟ ده نبي، هات لي انت امام زي النبي، مفيش. فهمت؟ ده رأي مين؟ رأي الملكية. رأي الشافعية يجيز إذا عجز الإمام عن القيام أن يصلي من قعود والمأمون خلفه من قيام. واضح؟ ده رأي الشافعية. وكذا إيه الأحناف. أما الحنابلة فقالوا إذا بدأ الإمام صلاته من جلوس فيصلي من خلفه من جلوس، وإذا بدأ الإمام صلاته من قيام ثم طرأ عليه عذر فجلس فيستمر في القيام. واضح؟ ده رأي الحنابلة. كنا ناقشنا هذا الأمر من قبل. وعن أبي قال أخبرنا سعيد بن عامر قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا صلاتنا وسن لنا سنتنا. قال أحسبه قال إذا أقيمت الصلاة فليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، يعني لا تساوي الإمام، يعني تعمل الحاجة بعد ما الإمام يعمل، أدي معناه لا تساوي الإمام. فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. آمين الاثنين صح. فقولوا آمين يعني بمد البدل، ودي قراءة ورش ما فيهاش حاجة، أو آمين بغير مد، الاثنين صح. يجبكم الله، يجبكم الله يعني بدعائكم، لأن أنت قلت اهدنا الصراط المستقيم. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله فتلك بتلك. يعني كأن مدة ركوعك هتبقى زي مدة ركوع الإمام برضو، هو سبقك بلحظة في الإيه في الركوع، وبعدين أنت هتتأخر عنه لحظة في الرفع، بقت مدة ركوعك قد مدة ركوع الإمام، أدي معناها فتلك بتلك. فهمت بقى إزاي؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هي ما فيش الواو ايه ربنا ايه لك الحمد، وما قالش اللهم كمان، فهمت؟ هنا قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، او قال ربنا من غير اللهم، ربنا على طول، ربنا لك الحمد. فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، يعني كأن النبي بيقول لنا بيبلغنا ان الله، ده خبر ان الله يسمع من حمده، يعني يستجيب لمن حمده، يبقى سمع هنا معناه يستجيب. وعن ابي قال اخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق، وفي ممكن تقول أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد، يعني تنفع أهل وأهله تنفع، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع الجد ذا الجد منك يا الله، يا الجد اللي هو إيه الحظ والمال والمنصب والقوة والعزوة، أدي معنى الجد. يبقى الجد لا ينفع صاحبه دون الله، بل النافع هو الله. فهمت بقى؟ ولا ينفع ذا الجد، يبقى ذا هنا مفعول به مقدم منصوب، وعلامة النصب الألف بدلا من الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، مش كده برضو أيام الإعراب بتاع زمان بقى، اوعى تنسى. فهمت؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الأخيرة دي فاعل مؤخر،
كأنه لا ينفع الجد ذا الجد منك. فهمت؟ عشان تفهم المعنى. وعن أبي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. شفت بقى ما فيش الواو ايه؟ فيش اللهم كمان. يبقى ايه؟ كل الحاجات دي جائزة. الاختيارات بقى في المذاهب الشافعية اختاروا ايه؟ تقول اللهم ربنا ولك الحمد. عشان تجيب ايه؟ كله، تجيب اللهم وربنا والواو. تجيبها كلها كاملة، فاهم؟ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. قيل لعبد الله تأخذ به يعني تقول الايه الدعاء الطويل ده؟ قال لا، لا مخافة انه يطول على الناس يعني. وقيل له تقول هذا في الفريضة؟ قال عسى. وقال كله طيب يعني ممكن ممكن اقوله في الفريضة لو ما كانش فيه اطالة على الناس، واخد بالك؟ وكل ايه طيب انك انت تقتصر بالمختصر او تقول الكامل، كل ده طيب، كل ده جائز، مفيهاش مشكلة. الشافعية الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والمأموم كذلك يقول زي الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كويس؟ ده الشافعية رأيهم كده. يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول إيه؟ سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد، زي الإمام بالظبط. والأحناف ومن وافقهم قالوا لا، اللي يقول سمع الله لمن حمده ده الإمام، وانت ما تقولش سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا اللهم ربنا ولك الحمد بس، فهمت؟ ده رأي مين؟ الأحناف. عشان كده المبلغ الحنفي لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده المبلغ يقول ايه؟ ربنا ولك الحمد، يبقى ده حنفي. لكن لو مبلغ شافعي يقول ايه؟ سمع الله لمن حمده، زي الإمام بالظبط. أنا بقول لك ليه الصور دي كلها؟ عشان لما تسمع واحد يبلغ يقول كده صح، تسمع واحد يبلغ يقول كده صح، وما تعترضش وتعمل لي مشكلة في الجامع. زي الوهابية. أول ما يسمع حاجة هو مش عارفها تبقى بدعة ضلالة، يعني البدعة هو ما لا يعرفه. ودي غباوة وهابية أثارت مشاكل كثيرة في مساجد المسلمين. فهمت بقى؟ باب النهي عن مبادرة الإمام بالركوع والسجود، يعني لا تسبق الإمام لا في الركوع ولا في السجود. إن سبقت صلاتك صحيحة عند الجمهور، صلاتك صحيحة عند الجمهور، بس مع إيه؟ مع الإثم، تأثم، ولكن الصلاة صحيحة لو سبقت. ولكن عند الحنابلة بطلة، لأن طالما فعلت محرم في الصلاة، واخد بالك، فالتحريم يمنع الصحة، فعل الحرام يمنع الصحة. ده رأي مين؟ الحنابلة والظاهرية كمان. لكن امتى تبطل صلاتك؟ لو سبقت الإمام بحركتين بركنين، يعني الإمام راكع رحت انت رافع قلت سمع الله لمن حمده الله أكبر وسجدت وهو لسه، هنا بقى تبطل صلاتك. فاهم؟ طبعا ما فيش حد من المسلمين بيعمل كده، ولا ابليس لو صلى حتى هيعمل كده، لكن ابليس ما بيصليش. باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود. وعن أبي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد بدنت، يعني كبرت وأسنت إيه؟ وأسننت، يعني أسننت يعني سني كبر، يعني سني كبر يعني بقت حركتي بطيئة. ما تقولش بدنت من البدانة وهي السمن، النبي لم يسمن، ما تخنش يعني. يبقى بدنت مش بدنت، بدنت من البدانة والبدانة من السمن، والنبي لم يبدن، واضح؟ إنما بدنت
بدنت يعني ايه؟ كبرت، اسننت. وتملي الواحد لما بيكبر بتبقى حركته بطيئة شوية من الايه؟ فلما يبقى الامام حركته بطيئة شوية ورا شباب حركتهم سريعة، ممكن لما يجي يقول الله اكبر ويركع يركعوا يوصلوا ايه في الركوع قبله، او يقول الله اكبر ويسجد يقوم يوصلوا للايه للارض قبله، لان حركته بطيئه. فالنبي بيحذر لما تلاقي الامام حركته بطيئه ما تتحركش حتى يصل الى ايه نهايه بدايه الحركه. فهمت ازاي؟ نهايتها يعني. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني مهما أسبقكم حين أركع تدركوني حين أرفع، ومهما أسبقكم حين أسجد تدركوني حين أرفع. يعني الفترة اللي انتوا هتتأخروها عني انتوا برضو هتتأخروها ساجدين وأنا برفع، فهيبقى برضو سجودكم مدته قد سجودي وركوعكم قد ركوعي. وعن أبي قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعب عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ عقوبة يعني، كأن النبي بيهدده ما تتصرفش تصرف الحمار الجاهل، وإلا ربنا يجعل صورتك على صورة الحمار. ليه؟ لأنه اللي بيرفع رأسه قبل الإمام أنت مستعجل ليه؟ ما أنت مش هتمشي إلا لما الإمام يقول السلام عليكم. يعني ليه بتستعجل؟ يعني انا عايز اعرف ايها الحمار انت لماذا مستعجلا؟ اذا كنت انت لن تترك الصلاة حتى يقول السلام عليكم والسلام، فانت مستعجل بترفع قبله ليه؟ سوء فهم وعدم الفهم بيمثل لايه؟ بالحمار. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده ايه قال ايه؟ اذا رفع رأسه قبل الامام يخشى، أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هل يوم القيامة ربنا يبعثه في صورة حمار علشان الناس تعرفوا إن ده كان بيرفع رأسه قبل الإمام؟ واخد بالك؟ ولا ربنا يعاقبه في الدنيا يمسخه في صورة حمار؟ كل ده تهديد على سبيل إيه؟ التهديد. وعن أبي قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا المختار بن فلفل، المصريين يقولوا عليها فلفل يكسروها كده، فهمت؟ لكن هي لغة فلفل، فهمت؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يأمهم بالركوع والسجود، وأن ينصرفوا قبل انصرافي من الصلاة، وقال: إني أراكم من خلفي وأمامي. يعني بيقول لهم خدوا بالكم أنا مراقبكم، واللي حيعمل أي مخالفة أنا شايفه. باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود. أنت بتسجد على سبعة أعظم، يعني إيه؟ أدي الجبهة مع الأنف عظمة واحدة، والكفين بقينا كده ثلاثة، وبعدين الركبتين بقينا كده خمسة، وبعدين بطن أصابع القدمين بقينا سبعة. سهلة؟ وعن أبي قال: أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر نبيكم أن يسجد على سبعة أعظم، وأمر ألا يكف شعرا ولا ثوبا. يعني ما يبقاش مجمع شعره كده وربطه وهو بيسجد عشان ايه؟ ما يبقاش متكلف، اما يجي يسجد يسيب شعره ويسجد معاه. هذا للرجل دون المرأة طبعا، فاهم؟ وبره اما يجي يسجد يسيب ثوبه كده، مش يقعد بقى يوضف في ثيابه ويقعد مشغول هو ويعمل كده وعشان يسجد، لا، اسجد على طول كده وخلاص، اسجد على طول كده، خليك مش متكلف يعني، وما تجيش كل سجدة تقعد تزبط في شعرك وتعمل، سيبه يسجد معاك زي ما يسجد. فهمت بقى ازاي؟ لان في ناس بتبقى ايه ملخومة بشعرها وبثوبها، ويزبط الساعة في الصلاة ويطلع فلوس ويعدها، وكل ده بيعمله في الصلاة، فما ينفعش. او يرد على الموبايل ويبعت مسج، كل ده ما ينفعش كده، تبطل صلاتك يا مسكين.
وعن أبي قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم ويحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة. قال وهيب وأشار بيدي إلى أنفه، يعني الجبهة معروفة. ليه أشار إلى أنفه؟ يعني الأنف مع الجبهة، بس أنت بتفتكر الجبهة بس، فأشار إلى أنفه يعني إيه؟ يعني خلي أنفك مع جبهتك يعني كده أهو، فهمت؟ واليدين والركبتين وأطراف القدمين. لكن لو سجد على أنفه فقط بطلت صلاته، ولو سجد على جبهته فقط صحت صلاته، واضح؟ والأكمل أن يسجد على الجبهة والإيه؟ والأنف، وألا يكون هناك حائل بين الجبهة، يعني ما يخليش العمامة بتاعته كده أهو كده، لا سجوده كده باطل عند الشافعية، مكروه عند المالكية، وسجوده يبقى صحيح لكن مع الكراهة عند المالكية. لكن عند الشافعية بطلت صلاة وعيد الصلاة، انت كده مثلا انت سجدت على العمامة، فهم؟ مولانا لما بنصلي على النجيلة الواحد النجيلة بتخش في العين، حط حاجة اسمها فرشة صغيرة كده، حط منديلك لو ما افرش منديلك على الرملة، مش عايز بتاع الجزء ده بس كده، رأسك الناصية الجبهة، لكن انت حط اي حاجة، حط اي ورقة سهلة يعني. مش النبي كان له ايه؟ كان له خمرة بيضع ولا خمرة؟ خمرة، وبعدين يقرأ خمرة، وبعدين يقولوا خمرة، يقولون قبل التحريم يا غبي. مش النبي كان عنده خمرة، يعني حاجة بيفرشها كده على الأرض على قدر إيه؟ وجهه الشريف، فهمت؟ وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة. قال وهيب أشار بيدي إلى أنفه: واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا يكف الثياب ولا الشعر. يبقى مكروه كف الثياب والشعر. باب: أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد. إذا أردت أن تسجد واقف أهو هسجد، أقابل الأرض بركبي الأول ولا أقابل الأرض بإيدي الأول؟ أيهما؟ الاثنين صح، والنبي فعل الاثنين. ايام شبابه كان يقابل الارض بركبه الاول، ولما كبر شويه بقى يقابل الارض بيديه الاول، فالاثنين صح. يعني اعمل اللي يريحك، واللي يريحك هو السنه. شفت جمال النبي بقى؟ لكن الجماعه اياهم اللي انت عارفهم اللي احنا بنجيب سيرتهم كلهم الجهله، لا ياخذوا الا صوره واحده، والتانية بيضع ضلالة في النار، هيدخل اللي بيصلي النار، حاجة غريبة يعني. وما اللي ما بيصليش يدخل جهنم؟ حاجة والله. لأن ورد كده ورد كده، ورد هذا ورد هذا، بس الشافعية اختاروا إيه؟ آخر مكان عليه النبي. فاختيار الشافعية قال لك إيه؟ تبقى إيدك الأول. ليه؟ المالكية وغيرهم قالوا إيه؟ إن النبي فعل ذلك لما كبر سنه. لكن لما كان إيه؟ في شبابه كان ينزل الاول على ركبه كده من غير ما يلمس الارض بيديه، وبعدين بعد كده يسجد، كويس؟ فالمالكيه اختاروا انك انت تعمل كده، وكذلك الحنابل. الا ان تجد صعوبه فيبقى لك عذر فتاخذ الصوره الثانيه، يعني جعلوا الصوره الثانيه للعذر مش للافضل، فاهم؟ وكلهم عندهم الاثنين صح، فهمت؟ لان هتلاقي واحد وهابي بيصلي جنبك، تيجي تعمل احد الصورتين يطلعك الصوره بتاعتك هي المخالفه. ليه؟ لان الالباني ما كتبهاش في كتابه صفه صلاه النبي، عندهم الالباني ده هو النبي، حاجه غريبه. وعن أبي قال اخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حجر قال رأيت رسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. أهي دي الرواية إيه؟ الأولانية هي إن الركبتي الأول. وعن أبي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الله،
دي مخالفه للثانيه، يبقى الاثنين صح. واضح؟ قيل لعبد الله ما تقول؟ قال كله طيب. شفت؟ فاهم، مش وهابي، فاهم على طول. وقال اهل الكوفه يختارون الاول. اهل الكوفه اللي هم مين؟ الاحناف يعني، بيختاروا الاول. والشافعي اختاروا الثاني. واضح؟ باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب. يعني ايه نقرة الغراب؟ يعني السجود السريع. عارف انت الغراب لما بيجي ياكل من الارض يعمل ايه؟ ينقر كده ويبعد على طول، يلمس الارض عشان ينقر. فاوعى تعمل زي الغراب، واخد بالك ازاي؟ وعن ابي قال اخبرنا هاشم بن القاسم وسعيد بن الربيع قالا حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في الركوع ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. يعني ايه اما تيجي في السجود؟ يعني ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب حال السجود، يعني ما تحطش ايديك لحد ما مرفقك يلمس الارض كده. شوف انت الكلب وهو قاعد اعزكم الله بيبقى عامل ازاي، حاطط كل ايده كده على الارض، مش كده برضو؟ فيبقى ما يعمل كده، يعني لو المرفق لمس الارض اثناء يبقى ايه، بسطها بسط الكلب، فده مكروه بس صلاته صحيحه. مكروه وايه وصلاته صحيحه، لكن الاولى انه يرفع ايده المرفق يرفعه على الارض ويجافي، يرفع المرفق على الارض ويجافي. وعن أبي قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع. السبع اللي هو هناك الكلب وهنا سماها السبع، واخد بالك؟ إنك أنت المرفق يلمس الأرض وأنت ساجد. افرض واحد إيده مكسورة وتعبان وبيسندها، مريض معلش لعذر المرض، انما احنا بنتكلم الانسان الايه المعافى، فهمت؟ ونقرة الغراب، ونهى ايضا عن نقرة الغراب اللي هو ايه، تخفيف السجود، تخفيف شديد. وان يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير، ان يبقى ايه مستوطن مكان كده معين في المسجد، يقول لك ده مكان فلان حتى لو مش موجود يسيبه له فاضي. نهى عن ذلك النبي، لأن النبي كان إيه؟ يجلس حيث انتهى به المجلس. فنهى النبي عن استيطان الأماكن في المساجد. باب القول بين السجدتين. القول بين السجدتين. فين اللي لا اهو اهو الحمد لله اصل بعرف الوقت بس عشان ما اطولش عليكم، بحب احطه قدامي عشان اعرف الوقت، لان انا اصلا ممكن اقعد معاكم لحد صلاه الجمعه ونخلص، لكن انا ايه حتى لا اطيل عليك. اه ان شاء الله. يبقى نقف بقى ايه عند هذا الحد حتى نستعد لصلاه الجمعه إن شاء الله. هنلتقي بكرة كالمعتاد، وبعدين أجازة عشان سفر العمرة، ونلتقي فجر الأحد 14/4. فجر الأحد إيه؟ 14/4، يعني 14 إبريل. خلاص؟ 14 أبريل. واخد بالك؟ يوم الأحد ساندي. ربنا يسهل إن شاء الله. وكل عام وانتم بخير، لكن بكره غدا السبت كالمعتاد باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.